هذا نهار سعيد جدا بهاد القافلة الطبية اللي زارتنا في جماعة سيدي حجاج قيادة سيدي حجاج دائرة بن حمد الجنوبية إقليم سطات بفرعية ولاد عياد العلوى التابعة لمجموعة مدارس سيدي حجاج القديم. هاد المبادرة اللي كنحضروا لها في هاد اليوم طبعا تهدف لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية لفائدة تلميذات وتلاميذ هاد يعني هاد الفرعية، على أساس أنه يوم 28 ماي الجاري غادي يكون عندنا إن شاء الله حفل كبير بهذه المؤسسة التعليمية لكي يتضمن أيضا أنشطة تربوية، لكي يتضمن أنشطة ثقافية موجهة لفائدة التلميذات والتلاميذ. في الحقيقة هذا يوم سعيد جدا، وبهذا القافلة اللي جات في هذا النهار السعيد باش تشوف الوليدات طبيا فيما يخص البصر ديالهم، فيما يخص صحتهم، فيما يخص سلامتهم. إذن هي بادرة طيبة، وكان كالتامسو من هذه الجمعية بكل مكوناتها أنها تكرر مثل هذه المبادرات عندنا في تراب جماعة سيدي حجاج. أن هذا ليفينمون غادي يكمل لو 28، غادي يكون فيه تسليم ديال الجوائز لهاد الوليدات اللي فيهم عربات وفيهم آلات إلكترونية وفيهم هواتف. إن شاء الله غادي يكون لو 28 لهاد الوليدات غادي يستافدوا من هذا النشاط، وشكرا. هاد القافلة الحمد لله الآن تلاقينا بأطباء ومسؤولين في هاد الجمعية على هاد الجمعية بلا حدود، وناس طيبين وناس كيفعلوا الخير لوجه الله، وكنشكرهم من هاد المنبر شكرا لا مثيل له باسمي الخاص كنائب أول للرئيس وباسم الرئيس وباسم المجلس ككل وباسم سكان جماعة سيدي حجاج. فمرة أخرى كنشكروا هاد الجمعية، وكنشكروا هاد الناس اللي ساهرين عليها، وكنشكروا هاد الطاقم الطبي، اللي جا في هاد النهار رغم الحرارة ورغم كل الصعوبات اللي كتعترضوا، ورغم ذلك فهما كيضحيوا والآن كيقوموا بفحص هاد الوليدات اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يجازيهم خيرا ويعوضهم خيرا، وشكرا.